اجتماع اليوم تطرقنا من خلالها مع وزراء مسؤولين على النفط في هذه البلدان على الوضع الحالي للسوق، وكذلك تطرقنا لتقرير اللجنة التقنية لبلدان الأوبك وغير الأوبك. ومن خلال هذا الاستعراض كل هذه التقارير لاحظنا أن إمدادات السوق حاليا سليمة ومناسبة للطلب، واتخذنا قرارات أننا نواصل في سياستنا في الإضافة تدريجية لكميات من إنتاج البترول.